السلام عليكم، مرحبا بكم على الفيديو جديد. كيف ما قرأتش في العنوان ان كل واحد فينا راه شخصية غامضة وكينقصو غير شي حوايج اولا باقي ما عارفهمش باش يطبقهم. هادشي هو اللي انا عارفه في هاد الفيديو بعد ما نعطيو التعريف وكذلك الصفات اللي كيمتازوا بهم هاد الناس اللي فيهم هاد الشخصية. واخر حاجة هو علاش خاصك تكون انت اصلا شخصية غامضة. نبداو بالتعريف ديال الشخصية الغامضة. هاد الشخصية هادي ماشي هي اللي كتكون في التصاور ولا كيف ما كتشوف في الافلام، واحد خونا ديما لابس الكحل وساكن بعيد على الناس وكذلك ماشي اجتماعي وديما كتلقاه راسه. الشخصيه الغامضه هو انسان عادي اجتماعي كيعيش بحاله بحال اي انسان، ولكن فيه واحد الصفات اللي غنتكلموا عليهم من دابا شويه هما اللي كيخليوه غامض وكذلك جذاب ومحبوب. واهم حاجه هي الكاريزما ديالو، ديك القيمه اللي عطيها لراسه بهاد الصفات اللي اول وحده وهي الحضور. وهاد الصفه مهمه بزاف حقاش كيفتقدوها الاغلبيه ديال الناس، وغادي نجمعها في بزاف د الحوايج باش تسهل عليكم. هاد الصفه اللي من بينهم اول حاجه طريقه الكلام، كيحسك بالحضور ديالو بالطريقه ديال الهضره، ما كيهضرش بزاف وما كتويج على راسه ولا النجاحات ديالو وكذلك الاهداف والتجارب. عكس هاد الشيء فاش كيكون داوي معاك كتحس به كيسمعك اكثر من كيتكلم، وكيخليك انت كتهضر على راسك وعلى الاهداف ديالك والنجاحات، وهادشي هو اللي كيحسسك بالحضور ديالو وكتبغي تلاقى معاه ديما وديما تبغي تهضر معاه حقاش هو عارف عليك بزاف وانت باقي كيجيك بحال واحد الكتاب مغلق. والناس اوتوماتيكمون كتنجذب لذاك الانسان اللي ما كنعرفو عليه والو وكنبغيو نحلو الشخصيه ديالو وكذلك كنعرفو الاهداف ديالو. عكس انسان اخر كتلقاه كيفرح لك راسك وكيقنطها عليك وما كيسكتش كاع، سوا سولتيه سوا ما سولتيش كتلاقى معاه ما كيعطيكش الفرصه حتى فين كدوي، كيبقى يدوي على راسو وعلى التجارب ديالو وعلى الاهداف ديالو وعلى المخططات ديالو، ما كتبغيش تهضر معاه او دير معاه موعد اخر. اضافه للكلام ديالو طريقه اللباس وكذلك طريقه المشي كتلقاه ديما انيق ومهلي في راسو. ثاني صفه وهي المسؤوليه، الشخصيه الغامضه كيشوف راسو مسؤول على حياته وعلى القرارات ديالو سواء كانوا خايبين سواء كانوا زوينين، المهم كيتحمل المسؤولية ديال أي حاجة كيديرها في حياته وبلا مساعدة من عند حتى شي واحد. هادشي علاش أغلبية الأوقات كيكون بوحدو حقاش عارف راسو وعارف الأهداف ديالو وكيشوف راسو قادر يوصل لأي حاجة، وفيما حطيتيه كيتأقلم مع الأجواء وكذلك الضغوطات والصعوبات ديال الحياة وما عندوش القاموس ديالو الاستسلام. هاد الحوايج هما اللي كيخليوه بالضبط يكون عنده واحد الهالة ديال الكاريزما وإنسان كاريزمي. عكس إنسان كيعيش بعقلية الضحية وكتلقى أي حاجة وقعت ليه في حياته ضروري ما كيلصقها في الآخرين أو في الحكومة أو في الدولة إلى آخره. وآخر صفة اللي غنتكلمو عليها باش خفا نزربا ندوزو للمهم وهي العلاقات ديالو. الشخصية الغامضة العلاقات ديالو كتكون قليلة حقاش ديك كثرة العلاقات وكثرة بنادم هو كيشوفها غير مضيعة للوقت او لواحد الدائرة اللي عامرة بالدراما، وكيفضل يكون عنده صديق او لا صديقة واحدة عكس الكثرة، وديك العلاقة تكون جدية وما كيدخل في شي علاقة مع شي انسان او لا انسانة حتى كيكونوا فيها واحد المواصفات اللي هو عارفهم مناسبين ليه، ما كيشوفش راسو ضروري خاص يكون في علاقة او لا عنده صديق حقاش هو ما مشتاقش وما محتاج يكون مع شي واحد، ديما حاط الاهداف ديالو هي الاولى، كيشوف راسو اناني في هذا الشيء وما كيشوفش مشكل يكون بوحدو، ديما مصالح مع راسو ومركز على الاهداف ديالو ومركز على الحياه ديالو. ندوزو دابا علاش خاصك تكون انت اصلا شخصيه غامضه، حقاش قبل ما تولي جذاب ومحبوب بهاد الشخصيه هادي خاصك تعرف بان هاد الشخصيه الغامضه كتحميك كتحمي راسك هي الاولى. شفتي اخويا اولا اختي دوك القرارات اولا الاهداف وكذلك التجارب اولا حتى كيفاش بغيتي تعيش اولا كيفاش باغي تعيش من هنا لقدام، داكشي كامل اللي كيخصك في حياتك راه اصلا خاص حتى واحد ما يعرفه، اولا تبقى اللي تلاقيتي به كتعاود ليه قصه حياتك وانت مازال ما عرفتيش واش غيبقى معاك واش ما يبقاش معاك. انفو كتلاقى مع شي واحد كتحط ليه قصه حياتك كامله وانت مازال ما كتعرفوش، راه اخويا كياخذ لك واحد الانطباع وكيقلل من قيمتك وكيولي يشوفك بحال هكذا اللي من بينهم، كتولي انسان سهل
اي واحد عارف نقاط الضعف ديالك، وكذلك انسان ممل وكتولي وكيولي عارفك وعارف الاهداف ديالك واشنا هي الخطوه الجايه ديالك، وحتى واحد ما كيبغي يتلاقاك مره اخرى والنوايا ديالك كتكون مكشوفه، وبنادم كيبغي غير يضحك عليك ولا يحبطك. دوك الاهداف اللي كتقيل تقولهم ليه ديما فيما تلاقيتي به، كتعولي على الاهداف ديالك وعلى الخطوه اللي غتكون عندك المره الجايه ولا اشنو باغي دير المره الجايه، كتجي ممل، كتجي انسان مكشوف، كيولي يشوفك نفس السيناريو كيبقى يتعاود، داكشي علاش ما كيبقاش حامل كاع يتلاقى معك مره اخرى كاع. زائد على هادشي كامل وهو بنادم كيحسدك دوك الاهداف ديالك ودوك المخططات ديالك، وكذلك ما كيبغيش الخير وما كيبغيش يشوفك احسن منه، وهادشي كامل كطيح فيه حقاش انت هو السبب، انت اللي ما كتعطيش راسك واحد الغموض واحد القيمه. مهم، الا بغيتي تتفادى هادشي كامل ما عليك غير تطبق دوك الصفات اللي ذكرناهم قبل، ماشي غير تطبقهم، خاصك تدخلهم اسلوب ديال حياتك وترسخهم في عقلك مزيان وتولي تعيش بهم يوميا. حقاش دوك الصفات اللي ذكرنا قبل عيعطوك واحد النتائج زوينين اللي من بينهم انك غتولي انسان محبوب، وقبل ما تولي محبوب عدي عليك واحد الدرع اللي غيحميك من المصالح ديال بنادم، وكذلك غتولي انسان صعيب يجي شي واحد ويطيحك، وكذلك بنادم تابعك ومحترمك وباغي يتلاقى بيك وباغي يتلاقى بيك، كذلك كيفكر فيك وباغي يعرف الخطوه الجايه، وكذلك انسان غير ممل وديما باغي يتلاقاك باش يتعرف عليك. واهم حاجه وهي كتولي عندك حياه شخصيه اللي كتعيشها وعارف ما خاص حتى شي واحد يتدخل في هادشي اولا تعود ليه هاد المخططات ديالك اولا الاهداف ديالك، كتشوف هاد الحياه وهاد التجارب هي ملك ديالك، هي واحد القصه كتعيشها راسك وما خاص شي واحد تعودها ليه. وصلنا لنهايه الفيديو، الفيديو ديال اليوم كان عباره عن مقدمه للشخصيه الغامضه، ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات بزاف على الشخصيه الغامضه ونذكروا فيهم جميع الصفات ديال الشخصيه الغامضه. كاين الكثير من الصفات ولكن عندهم نتائج واحده، الاختلاف كيكون في الصفات وما كيكونش في النتائج، داكشي علاش من هنا القدام ان شاء الله غادي نطرق لجميع الصفات اللي كيكونوا عند الشخصيه الغامضه وعلاش خاصهم يكونوا فيك حتى انت، علاش خاصك تشدهم وتدخلهم للاسلوب ديال حياتك. الشخصيه الغامضه هي عباره عن كتاب، كتاب ليعيش حياه افضل. تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.